مساء الفل ابو خليل. مساء الجمال. هودة اتفضل حبيبي. عامل ايه؟ زي الفل. اتفضل يا سيدي، شهاده الميلاد دي طلبتها مني. مش عارف اقول لك ايه بصراحه، يعني تحرمش ما تحرمش ما تحرمش. تأمرني حبيبي. تمام. اتقل عليك كده بحاجه صغيره. طبعا. ان انا من الصبح واخدها لف كده، احس في جلاها مظبوط. يا لهوي بس كده حبيبي. تأمرني حبيبي. حبيبي ربنا يخليك. 10 دقايق بالظبط، مش تاخر عليك. براحتك، انا قاعد ومستني حبيبي. المكان مكانك حبيبي. ايه رايك في اللي حصل النهارده في المحكمه يا استاذ علي؟ انا قلقان قوي. انا مش عايزك تقلق خالص. قلقان من ايه؟ احنا موقفنا في القضيه دي كويس جدا جدا، ولسه هعمل حاجه هتخلي موقفنا اقوى واقوى. ايه هي؟ هنضرب ورقه عرفي. انا وانت؟ انا وانت ايه يا فندم؟ لاخو سعادتك والست اللي كانت معاه بتاريخ قديم، وبكده بقى مفيش قضيه، لا خيانه ولا جريمه شرف ولا اي حاجه. الله عليك يا استاذ علي، دماغك تتقل بالذهب. لا مش كده وبس، ادي كمان ورقه الجواز يا سيدي. تحب اجوزك انت كمان؟ ده انت شغال مأذون بقى. ورق عرفي ده شغل كبير بقى، شغل محامين تحت بير السلم. طيب سيبني انا هتصرف. عملت ايه في موضوع عاليه محمود خطيبه ابو زيد؟ طب ابعت لي رقم تليفونها. ماشي يا علي. انا عارفه ان انت كنتي مخطوبه لابو زيد وفسختي الخطوبه معاه لما عرفتي ان هو خانك. بالظبط. انا جيت مخصوص عشان عارفه ان انت اللي بتدافعي عن هاله جبر. بس انا ايه المطلوب مني؟ انا عايزاكي تشهدي بالكلام ده في المحكمه. وانا تحت امرك، بس من غير ما ندخل في اي تفاصيل تجرحي. طبعا من غير ما تقولي. اوكي وانا كده تحت امرك، بس استاذن علشان عندي معاك وقت. قابلك في المحكمه ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه.